أرحب بكم أبنائي التلاميذ بالنصف الثاني من العام الدراسي، وأتمنى أنه يكون مكلل بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. نتذكر دائما أنه المدرسة هي بيتنا الثاني، نحافظ عليها، نحافظ على جدرانها وأثاثها وكتبها، وإن شاء الله يكون التوفيق والنجاح هو إن شاء الله أمامكم، وكنا نوصل إلى النجاح بأعلى الدرجات إن شاء الله. ماما، اليوم درسنا حيكون في مادة قواعد اللغة العربية، وهو موضوع الضمائر. احنا حكينا بداية الدرس شوية عن الموضوع، وهسه ان شاء الله راح نتعرف على الضمائر المنفصلة واقسامها. الضمائر المنفصلة ماما تقسم الى ضمائر متكلم، وضمائر مخاطب، وضمائر الغائب. متكلم والمخاطب والغائب. راح نجي على ضمائر المتكلم. انا راح احكي اتكلم عن نفسي، ايش راح اقول عن نفسي؟ ايش يا ضمير راح اعوض بيه عن نفسي؟ راح انا. احسنت، راح اتكلم عن نفسي بيا ضمير انا. زين، اذا كنت انا، اذا كان هنا عندنا التلميذ مذكر مفرد، مذكر ايش راح يقول عن نفسه؟ انا. احسنت، زين. إذا عرفنا للمفرد المذكر ايش راح نستعمل يا ضمير؟ أنا. إذا أنا هو للمفرد المذكر، زين. أنا مفردة مؤنثة، ايش حقول عن نفسي؟ أنا. أيضا أنا، زين. المثنى المذكر، يعني تعالوا اثنيناتكم، هنا عندنا عباس وموسى، اثنين مثنى، مثنى مذكر، ايش حيقولون عن نفسهم؟ نحن. احسنتم، اذا نحن هو للمثنى المذكر. زين، اني وبعد ويا يا ست لما نتكلم عن نفسنا ايضا نقول نحن. اذا نحن هي للمثنى المؤنث. زين، احنا كنا جمع مذكر، شو نقول؟ نحن. اذا ايضا نحن. زين، وجمع المؤنث كذلك نحن. اذا ماما عندنا ضمائر المتكلم، ضمائر المتكلم اثنين فقط، اللي هي شنو؟ انا ونحن. انا ونحن. نجي على ضمائر المخاطب، عندنا ايضا راح نقسمها. هنا عندنا المفرد المذكر الواحد، ايش راح احكي عنه؟ راح اجي اخاطب طه، ايش راح اقول لطه؟ انت. ايش اقول له؟ انت. اذا للمفرد المذكر انت. زين، اذا طه راد يحكي وياي ايش يقول لي؟ انت عافيه. زين، اذا هم اثنين اريد اخاطبهم، اريد اخاطب حسين وأرد أخاطب محمد، شو أقول؟ أنتما. شو أقولهم؟ أنتما. عفية، زين. وإذا اثنين بنات مثنى مؤنث أيضا أنتما، نفسيتها أنتما. زين، عندي جمع مذكر، ايش راح أقول لهم؟ أنتم. عفية، أنتم. وإذا جمع مؤنث قلنا راح نقول لها أنتن. عفية، إذا شنو هي ضمائر المخاطب؟ أنتي، أنت، أنتي، أنتما، أنتم، أنتن. من يقول لي شنو ضمائر المخاطب؟ يلا جعفر. أنتن. أحسنت يا بطل، صفقوله. زين، من يقول لي شنو ضمائر المتكلم؟ يلا علي. المتكلم أنا ونحن. أحسنت، عندنا بس ضميرين للمتكلم. أحسنت يا بطل. راح نجي على ضمائر الغائب، الما موجود. الما موجود، إيش أعوض عنه يا ضمير؟ إذا كان مفرد مذكر شو أقول؟ هو. عفية، وإذا هنا عندنا مفردة مؤنثة هي. أحسنتم، وإذا مثنى مذكر هما، وإذا مثنى مؤنث هما، نفسي تعفية، وإذا جمع مذكر هم، وإذا جمع مؤنث هن. أحسنتم يا أبطال. يلا، منو يقول لي شنو ضمائر الغائب؟ منو؟ يلا يلا، منو؟ يلا محمد. هو، هي، هما، هما، هم، هن. أحسنت.
بطل. يلا بعد منو؟ يلا يلا مسلم. هم هن. احسنت يا بطل. يلا يا يوسف. ما تقول هو؟ هو باعوا. هو هي هو هي هما هما هم هن هن. احسنت يا بطل. يلا موسى. هو هي هما هما هم هن. احسنت يا بطل. العافيه عليكم. هسه عرفنا ماما اقسام الضمائر المنفصله للمتكلم والمخاطب والغائب. صفقوا نفسكم. عافية الشطار.